للمزيد دعوني يعني أتحول إلى مراسلنا من شرم الشيخ سمير عمر للمزيد من المتابعة عن أبرز ربما الرسائل الموجهة من الجانبين من خلال هذا اللقاء، علما سمير أنه بايدن يعني بعد حوالي الساعة والربع من الآن من المتوقع أن يدلي بكلمة في الكوب 27. صحيح. بايدن صحيح صحيح، يعني هذه الزيارة السريعة التي تمتد لنحو 4 ساعات فقط، بايدن الرئيس الأمريكي في شرم الشيخ ثم يتوجه بعد ذلك في رحلة آسيوية ذات شقين أساسيين. الشق الأول هو ما يتعلق بالقمة المصرية الأمريكية ولقائه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم بعد ذلك الشق الآخر وهو مشاركة بايدن في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ. الشق الأول حدث بالفعل، لأن في هذه اللحظة وبعد أن غادرت كاميرات وسائل الإعلام مقر انعقاد هذه القمة المصرية الأمريكية، سيبدأ الحديث الثنائي بين الرئيسين المصري والأمريكي. ما الذي سيدور في هذا الحوار؟ بايدن بنفسه أجاب في هذه اللقطات والنقل عبر وسائل الإعلام بأن الحديث عن قمة المناخ، الحديث عن العلاقات المصرية الأمريكية التي دخلت عامها 100، وأيضا الحديث عن ما يتعلق بمختلف أوجه العلاقات بين البلدين، وأشار كذلك إلى أن ملف حقوق الإنسان سيكون مدرجا على جدول أعمال هذه القمة بين السيسي بايدن. بعد ذلك سيتوجه بايدن إلى هذه القاعة الكبرى التي تقريبا دخل كل المدعوين لحضور الكلمة التي سيلقيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد نحو أقل من ساعة ربما لهذه القاعة، وغالبيتهم بالمناسبة إيمان من دعوا لسماع كلمة بايدن والمشاركة في هذه الجلسة الموسعة هم من مختلف الدول، هم من أعضاء الوفود الرسمية المفاوضة في هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، هم من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، هم أيضا من منظمات وجمعيات رجال الأعمال المصرية والأمريكية، هم أيضا من بعض المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. كل هؤلاء يعني لديهم تمثيل في هذه الجلسة الخاصة التي تعقد لإلقاء بايدن كلمة الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي ستحمله هذه الكلمة التي سيلقيها بايدن؟ يمكننا أن يعني نقرأ هذه الكلمة واتجاهاتها مما صرحت به نانسي بيلوسي، مما صرح به جون كيري، مما أطلقته الإدارة الأمريكية حتى قبل أن تنطلق أعمال هذا المؤتمر، وهو استمرار الالتزام الأمريكي بتنفيذ أجندة مواجهة ظاهرة التغير المناخي، سواء فيما يتعلق بالتزاماتها لخفض الانبعاثات أو التزاماتها حيال الدول الأكثر تضررا من ظاهرة التغير المناخي ومسارات التكيف، أو ما يتعلق بالبند الثالث الذي أضيف بشكل واضح للمرة الأولى هذه المرة، هو البند المتعلق بالخسائر والأضرار. إذن بايدن في شرم الشيخ يلتقي الآن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو أيضا سيلقي بعد قليل بعد نحو 40 دقيقة كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة. نعم. سنكون في المتابعة بطبيعة الحال لهذه الكلمة ولمجمل مجريات وفعاليات كوب 27 معك ومع بقية فريقنا. سمير عمر مراسلنا من شرم الشيخ.